جزاكم الله خيرا. يسأل: هل من الأفضل الإفطار قبل صلاة المغرب أم الصلاة أولا ثم الإفطار، مع العلم أننا نصلي المغرب جماعة بعد الإفطار في المسجد؟ الأفضل المبادرة بالفطر، المبادرة بالفطر، لأن الحديث اللي أحب عباد الله إليه أسرعهم فطرة، فيبادرون بالإفطار في تناول المتيسر من الرطب أو التمر وشرب ما تيسر من الماء إذا كان يحتاج إلى شرب، ثم يصلي. هذا هو الأفضل، ولا يؤخر الإفطار إلى بعد الصلاة، لأن هذا خلاف السنة، السنة الفطر أولا ثم الصلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أو يرغب في الإسراع بالفطر.